بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الحلقه بتاعتنا مختلفه عن كل الحلقات. المكان اللي احنا جينا فيه كان في ناس قبلينا كانوا هيرمموا السقف بطريقه زي اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. الحل اللي هنا اللي كان معروض على المكان ان الكلبسات دي هيركب فيها شبكه حديد ويصب سقف تاني من جديد. نخش نشوف السقف الاول. تعالوا معايا هنا بقى تشعيلات هيت، انتوا شايفينها مربعات هيت. مكان ايه؟ مكان حديد التسليح. هوريكم بقى جوه دي لما اتفتح عليها ظهرت بالمنظر ده كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقاتنا على الترميم المنشآت الخرسانيه. النهارده الحلقه التالت. طبعا بعد ما وريناكم تقشير السقف في الحلقات السابقة بالكامل، برضو انا بوريها لحضراتكم علشان اللي ما شافش الحلقات السابقة لينا بنعرض فكرة منها صغيرة لحضراتكم زي دي. براجع انا برضو التقشير اللي اتعمل بالكامل علشان لو كان في حاجات بسيطة باقية بنخلص عليها علشان السقف يبقى بالكامل سليم. برضو في الحلقة السابقة صنفرنا الحديد ودهناه، واحنا قلنا الصنفرة بتبقى بصاروخ علشان خاطر احنا بنشيل الطبقة المنتفشة بس. طبعا قبل ما اركب الحديد هوريكم حاجة احنا برضو قلناها في الحلقات السابقة، كان تركيب الحديد في السقف كان معكوس، هتشوفها الاول قبل ما اوريكم تركيب الحديد الجديد. المفترض بقى ده مستطيل، المفروض انا لما بفرش في المستطيل بفرش في الاتجاه ده، هو كده ده الغطا وده الفرش. المفروض ان الفرش ده يبقى في الاتجاه القصير والغطا في الاتجاه العكس. هنشوف اتجاهات الحديد الجديده ركبت ازاي وبعدين هوريكم زراعه القمر. ده طبعا السقف بعد ما ركبنا طبعا الايه الحديد، واحنا هنا زي ما انتم شايفين اتجاه الحديد ده بقى هشرحه بعد ما ركب القمر، لان هنا انتم لو شفتوه هنا العمليه هتلخبط معاكم. انتم في حديد هتلاقي في اتجاه كده فرش وغطا، وهنا اتجاه فرش وغطا. اللي هيحكم الكلام ده بقى وجود القمر، لسه القمر ايه ما تزرعش هنا. بعد ما زرع القمر هوريكم اتجاهات الحديد دي المفروض تبقى ازاي. طور بقى القمرتين دول حكايه. تسلم ايديك. انت عارف ان القمر دي واخده 12 سيك. زي ما تاخد. 12 سيك. المهم اشتغلنا الشغل الصح. السقف ده اللي احنا قلناه لكم قبل كده انه ما كانش فيه قمر خالص. ركبنا بقى كاميرا هنا اهي زي اللي انتم شايفينها متثبته في العمدان، دخلنا 15 سم هنا، واخده حديد سفلي حديد 16، وهو الراجل مزود هنا البرندات مش عارف، مش مشكله. وده الحديد العلوي اهوت، دي كانت 10، مش واخده كانت ايه؟ مش واخده 8. احنا ركبنا حديد 10 في الكنات ليه؟ ادي الكانه 8 مللي اللي كانت موجوده هنا في الشغل. هي ما كانتش فيه قمر طبعا، لكن هي كان الراجل مستخدمها مش عارف ايه، بس عايز اقول لكم ادي حديد الكنات. شوفوا بقى حالته عامله ازاي، ده ما ينفعش ان انا اعمل منه ايه؟ اعمل منه القمر. متثبتها هناك برضو على العمود هنا وعلى العمود هنا. تعالى بقى يا سيد هنا كده. هنا في كاميرا، تعالى خش من جوه هنا كده. هنا في كاميرا ثانيه اهي برضه متثبته على العمود ده ومتثبته على العمود ده. عملت ايه بقى معانا هنا في الحديد؟ خلت ده اللي تحت ده، السيخ اللي تحت ده، ده الفرش اللي احنا قلنا عليه، لان ده الاتجاه القصير اهو. بقى ده الفرش مظبوط كده.
واللي فوق ده الغطا. احنا كده اشتغلنا هندسي صح 100%. العملية مش عملتي، احنا بنروح عند الناس نقشر ونركب حديد بس، عملية هندسية بحت. لما جينا كشفنا هنا لقينا المكان ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش قمر. زرعنا له قمر في الاتجاهات السليمة، ولسه برضو بقول لبصير هنركب هنا كليسات نثبتها هنا بمادة علشان خاطر لما نيجي نحمل خرسانة ما تسيبش السقف وايه؟ وتنزل سنتي ولا حاجة، يبقى كده فاصلة. فاحنا هنربطها في السقف بكليبسات بمادة تزريع برضو كده. مفيش كلام. سلام. اللي فاكرنا بنشيل حديد وبنركب حديد وبنقشر علشان خاطر يتصل بيا بالتليفون ويقول لي والله انا عندي كذا متر نعملها بكام ومش بكام، كل حالة ولازم تتشاف على الطبيعة، لان في مشاكل بتبقى موجودة في السقف لازم نشوفها. في قمر مفيش قمر، زي الحلقة بتاع النهاردة اللي احنا بنزرع فيها قمرة جديدة. وخلي بالكم بعد ما هتشوفوا القمرة اتصبت وفكناها مش هتصدقوا ان القمرة دي اتزرعت ازاي. ما تيجوا بقى نطلع فوق علشان خاطر نشوف احنا عملنا الصب بتاع القمرة ازاي. طلعنا فوق عشان نوريكم المكان اللي هنصب منه القمرة اللي وريتها لكم تحت. تعالى بقى كده وريها لكم كده. دي شنايش احنا فاتحينها وتركينها من الاول علشان خاطر نعدي منها ايه؟ بص التانية دي تلات فتحات عاملينها من فوق، ودي حديد حتى القمرة باين هوت علشان خاطر هصب منه الخرسانة بتاعتنا. هنبتدي نخمر دلوقتي المونة نجهزها وهنصبها ونوريها لكم احنا صبناها ازاي. خليكم معايا. بس اتعمل صح يعني. ايه ده الفايبر جلاس ده مش تتفرجي عليه على النت وبعدين تبقى تقولي شوف لايكاته ولا لا يا باشمهندس. ما تشافش ما تشافش. مين ده؟ الحلقة بتاع امبارح دي؟ الحلقة دي قعدت اشتغلت فيها 10 ايام. غدا عساي. ايوه الله ينور كده يا رجاله. الله ينور ابو سيد. امسك الشنطه دي كده. ادهن كويس ادهن كويس، ما تخليش حاجه لما تدهنها.
الخلطه اللي احنا عملناها دي كل سقفه بيبقى له خلطه خرسانيه مخصوص. احنا بالنظر وبنبص على الخرسانه بدل ما نروح نكلف العملاء ان احنا نعمل لهم اختبارات في المعامل. طبعا احنا بنشتغل في الموضوع ده يوميا، فعلشان ما نرهقش الناس وندخلهم في معامل ونكلفهم عشرات الالوف، والراجل اللي بيرمم سقفه ده اكيد ظروفه صعبه جدا، علشان كده احنا ما بنرهقهوش. لكن من كتر ان احنا بنشوف الخرسانات دي كل يوم، احنا بقينا نعرف حاله المريض عامله ايه بتاعه خرسانه، وبعدين بنحدد لها خلطه خرسانيه علشان خاطر نرجع الكفاءه اعلى من الاول. قمر، انا طبعا ما فكتش القاع لسه بتاع القمر، شيال الشيالات دي كلها بتاع القمر لسه ما اقدرش اشيلها دلوقتي، لكن انا فكيت الجناب بتاعتها عشان افرجكم على الكاميرا بعد الصب ما خلص. شايفين فين الحديد وفين الكاميرا، ولسه ده كمان السقف هيتلبش، يعني القمر في الخرص، القمر في السقف والسقف في القمر، ولسه الحديد ده لسه هيتلبش. فده طبعا الايه، وشايفين الكاميرا هنا متحمله جوه على العمود ازاي، اهي جوه بقى العمود ده اصبح دلوقتي متشال على كامرتين دلوقتي، او بمعنى اصح شايل كامرتين اللي هو ناقل احمال الايه السقف عليها، ومربوط بكامرتين. ده بشغل الايه، شغل السوق بتاعنا. ودي الكاميرا الثانيه اهيت اللي في الصاله بعد الصب. طبعا احنا لينا دلوقتي اسبوع، لكن هنسيبها 3 4 ايام كمان. تعالوا جوه بقى شوفوا ايه. دي كاميرا صغير عملناه بعرض العمود برضه عشان نربط المنطقه دي ويبقى في تحميل عليها بدل ما يبقى التحميل على الحيطان. فدي هتتصب طبعا هنا ايه مانيوال من تحت تلبيش، مش هنفتح لها من فوق. واحده تانية هي، تعالوا شوفوها.
الصغير اللي هو العشرينات ده، ده هيتصب ايه؟ تلبيش يدوي هنا كده. طبعا ده القمر بعد ما صبناه وخلصناه فك بقى بعد ما خد 10 ايام شادين النجار عليه. ادي الكاميرا اهيت بعد ما اتصبت، تركبت الحديد واتصبت خرسانه بعد فتح شنايش من فوق وصبناها من فوق. وادي الكاميرا الثانيه اللي احنا قلنا لحضراتكم عليها،